من اهم اللحظات اللي عشتهم سمير ظهر لي الرباعية التاريخية مع النادي الافريقي. برشا ناس يقولوا ماهيش على عام واحد ولا على عام واحد الرباعية. على عام واحد خاطر الكومبيتيسيون تاع هذيك فهمت دونك كوب وشامبيونا تاع تونس هذاك في عام، كاس افريقيا هذاك في عام، الاشكال في الافريقيه الاسيويه وقتها ما كانتش افروازياتيك ما كانتش وقتها كاس العالم الانديه تعمل تو دو سويت. دونك العام اللي من بعده قبل ما يوفى العام سيتي في شهر نوفمبر لعبنا ضد الهلال السعودي، هذاك الكومبيتيشن الماتش هذاك محسوب على الموسم اللي قبله دونك يعتبر بالموسم 91 92. اهم لقب في هذوما الكل سمير؟ والله كلهم مهمين لكن الاهم هو ابطال افريقيا بطبيعه الحال. ابطال افريقيا خاطر لعبنا ماتشات صعب برشا، الباركور كان صعيب برشا، فرق كبيره برشا قابلناها، الوداد موسندا وبنى التشكيله. قداش بربي بريم وقت خذيته سمير؟ خذينا بريم 500 دينار 500 دينار على كاس افريقيا. على كاس افريقيا؟ اه 500 دينار على كاس افريقيا. حق عشاء نجم تقول حتى عشاء ما يخلطش تو البلايص اللي تمشي لهم يخلطش العشاء سي سمير. ما يخلطش صحيح.